عرفينا بقى ايه هو الهارد جيل، ايه هو الجيل بوليش، ايه هو التريتمنت، وايه الفرق ما بينهم؟ الهارد جيل ده لو واحدة ضوافرها يعني مفيش ضوافر، انا يعني احيانا بيجي لي ناس ضوافر على اللحم مفيش ضوافر خالص، فتيجي تقولي انا عايزة اعمل شيب لضوافري، عايزة اعمل شكل لضوافري عندي مناسبة، فبنحط لها ضوافر بس طبعا بتبقى مخصوصة للحاجات دي مش ضوافر عادية، وببتدي في مادة هي الهارد جيل دي ببتدي ابني بيها، ببتدي اعمل خطواتي الاستبات بتاعتي هي بتبقى وابتدي عبارة ابني عن ايه المادة، اصلا؟ مادة لزجة خالص كده عاملة زي الشمع كده، حاجة يعني خفيفة بتتحط على الضوافر مرة واتنين طبقتين، في ناس بتحط اكتر في ناس بتحط اقل على حسب كل اللي واحدة هي دي بتشتغل ازاي ده هارد جيل. بالظبط. ده هارد جيل جميل جدا جدا. بس ده هارد جيل عليه جيل بوليش ورسم. يعني ايه ده، ممكن الاتنين يتحطوا على بعض؟ ممكن في طبعا ممكن الاتنين يتحطوا على بعض عادي، وفي ناس تعمل الهارد جيل بتسيبه بلونه الطبيعي، هو لونه بينك بسيط هادي خالص بتسيبه باللون الطبيعي بتاعه بيبقى برضه شكله حلو ده قوي. الهارد جيل. ده ايه، ده ايه يا كلارا؟ لا ده جيل بوليش. ده جيل بوليش. ايه بقى هو الجيل بوليش؟ ده بيبقى لون بس مجرد لون على الضوافر الطبيعية بس او كده بيتحط على برضه الهارد جيل زي ما قلت لك. يعني. هو ده، انا لو شفت الضوافر مش عارف افرق من الحاجات اللي انت بتقولي ده عليها كده دي. هارد جيل بجيل بوليش ده هارد هارد جيل. جيل بجيل بوليش، يعني انت بتخلطي ما بينهم، بالظبط. ما ينفعش كل حاجة لوحدها. ممكن كل حاجة لوحدها طبعا ده ممكن، هارد جيل ده هارد بجيل جيل بوليش. يعني دي تمام. ما هي كانت ما عندهاش ضوافر، ضوافرها على صغيرة اللحم خالص. خالص. دي كانت عروسة وعايزة طبعا ضوافر وعايزة ضوافرها تظهر، فعملنا لها شكل الشيب اللي حضرتك شايفاه ايوه، وعملنا عليه بقى الرسمة اللي هي اختارتها باللون اللي جميلة هي جدا اختارته. ورقيقة جدا. وايه بقى هو التريتمنت؟ ودي ضوافر بتاعت الرجل. دي برضو دي الضوافر بتاعتها كان فيها مشكلة، يعني الضوافر ما كانتش مظبوطة، ده هارد جيل في الرجل هارد جيل في او الرجل. يعني ده اكستنشن، هي ضوافرها كان زي ما تقولي في حتة مفتوحة بايظة بايظ خالص. يعني مش كويس شكله مش حلو. طبعا انا فظبطيها. بنضف الضوافر كويس جدا عشان ما يحصلش مشكلة فيها، وببتدي اظبط واحدة واحدة وببني عليها برضو الهارد جيل زيها زي الضوافر بتاعت وتحطي الايد له بالظبط. مانيكير وتلونيه بالظبط كده هي بيبقى بتختار جميل، اللون وشكله حلو. والرسمة. ودي كمان، دي ايه بقى؟ ده برضو جيل بوليش ده على جيل ضوافر بوليش. طبيعية. ده جيل وده جيل على ضوافر طبيعية. امال ايه بقى التريتمنت ده؟ التريتمنت مادة زيها زي الهارد جيل بالظبط، بس بتقوي الضوافر. يعني في ناس بتيجي معالجة يعني؟ بالظبط، في ناس بتيجي ضوافرها بتبقى عارفة اللي هو بتتني متكسرة. بتبقى ضوافرها حلوة بتطول طولها حلو، بس مع المية ومع شغل البيت طبعا طبعا ضوافر بتتكسر بتتكسر خالص، بتتبهدل. فهي بتبقى عايزة ضوافرها طويلة عشان بتحبها وعاجباها، فبنحط مادة التريتمنت دي دي على برضو بتبقى الضوافر. نفس يعني شكلها ايه، عبارة عن ايه؟ ازازة برضو يعني غير الهارد خالص، هي مادة اخف من الهارد شوية على الضوافر. زي المانيكير مثلا بالظبط. الشفاف ده. بس هي ليها لون يعني ليها الوان. مش لون واحد لا مش اصلا. لون واحد، ده ليها الوان كتيرة قوي. مادة برضو بتتحط ممكن تسيبها بلونها عادي لونها بينك خفيف قوي، وممكن تحط عليها لون يعني كده ممكن او ده كده. وممكن ده. ايه بس دي الاحسن بتمسك فيهم؟ بقى ايه ضوافرها الفرق اكتر. ما بينهم؟ ايه الاحسن فيهم؟ الافضل احسن فيهم والافضل اللي انا برجحه طبعا التريتمنت، تريتمنت. سواء سادة او ملون. بلون، بس طبعا ده بيبقى بيخلي الضوافر قوية جدا جدا جدا، يعني يعني هو صعب عشان انها تتكسر اصلا. معالج اكتر، يعني انت مثلا بتفضليه طبعا علشان بيعالج اكتر، اصل بيبقى الجيل كويس. بولش العادي اللون العادي لو اتحط على الضوافر هو مش بيعالج في حاجة، هو بيحميها بس من مية انها ومجرد تتكسر. شكل بالظبط ولون. شكل ولون بتبقى محمية من مية انها تتكسر شوية. لكن التريتمنت لا بيعالج، بيبقى بيعالج. مخليها اقوى، بتطول اصلا.